العديد من الأطعمة التي نعتبرها رمزاً لبلد معين هي في الحقيقة ليست من هناك. إليكم بعضاً من هذه الأطباق وفقاً للمؤرخ الإيطالي المثير للجدل. الكرواسان ليس فرنسياً، وبحسب المؤرخ جراند وخبراء آخرين تم ابتكاره لأول مرة في فيينا منذ عدة قرون. التمبورة اليابانية طبق يتكون من الخضروات أو المأكولات البحرية المقلية، دخل اليابان عن طريق البرتغاليين الذين أحضروا أسلوب الطبخ بالقلي إلى اليابان في القرن 16. أما دجاج الفيندالو الهندي فدخل الهند عن طريق البرتغاليين أيضا في القرن 15، وأضافوا عليه بعض التوابل عندما وصلوا إلى ولاية جوا الهندية. أخيرا في البرتغال نفسها، توابل بيري بيري الشهيرة ليست برتغالية لأن فلفل عين الطير الحار المكون الرئيسي للتتبيلة موطنه الأساسي في الأمريكيتين، وتم اكتشافه في القرن 15.